حبيبتي هايدي، انت كتير طيبه، خليكي مع انيس ونسيم وان شاء الله تبقي الاخر. غني شيء لانيس، بحبك كتير. ميرسي يا لينا. اغني لك ايه يا انيسو؟ اغني لك ايه؟ اغني له اول اوف مي كده. اسكت يا عم انت. اواخر الشتاء واحده من اثنين. يعني ايه؟ غني واحده من اثنين. استنى اغني لك ايه؟ قولي مي. انا مش في اي اغاني في بالي. استنى اغني له يا رفايل. طياره. اه والله حلو. نعم اهوى. معلش انت وقتك يا حبيبتي. حبيبي الله الله. نعم مش عايزه اغني. طب حد يغني مكاني. يلا يا حبيبتي. بحلم بيك انا بحلم بيك، وباشواقي مستنيك، وان ما سالتش فيا يبقى كفايه عليا. عشت ليالي هنيه احلم بيك انا بحلم بيك. دعاء لافرز هايدي، احنا هنسقط بسببك. ليه دعاء؟ عايزين نشوفك ليل نهار. قاعدين نشوفك ليل نهار، عايزين ايفال حلو، عايزينك تغني، نفسك تصدعينا. خليكي واثقه في نفسك من عليا يا دعاء. خليك قلبي حاضر. صدعيني على ما هتغني بشع. صدعينا يعني غني كتير صح؟ اه. سلمى هايدي موسى، هايدي كنت روعه في البرايم، ركزي في الايفال وفي كلام الاساتذه، عايزينك في التوب، وراكي جمهور كبير بيحبك. ميرسي يا سلمى. لولي وحشتنا قعدتك مع مروان، بتمنى تتكلموا في المشكله وترجعوا زي الاول. فنزكم كتير بعشقكم سوا، ما تفرحوش حد فيكم جوه وبره. طيب انا حابه نوضح الموضوع دلوقتي. مروان تعالى ثواني، هنتكلم انا وانت. هو كان في موضوع صغير، ان كان في ناس بره كتير يعني فانز وناس، ان هم موضوع ان اركز بس في كلام الاساتذه، ما اسمعش كلام حد من الطلاب. فانا وضحت الموضوع اكتر من مره، ان مروان او اي حد بيساعدني جوه الاكاديمي بيساعدني بس عن حب، وعن هو عايزني ابقى احسن، وحاجه ايجابيه مش حاجه سلبيه. فهو ما حصلش مشكله، بس حصل ان احنا اتكلمنا مع بعض في الموضوع، وانا يعني كنت فاكره زعلان مني من حاجه تانية. فلما جيت سالته جوه الاكاديمي مش على الهوا، انت زعلان مني؟ فهو قال لي لا مش زعلان منك. وجي بعدها بالليل سالني ان انا زعلانه منه في حاجه معينه، يعني لا سوري العكس، هو جه سالني انا ليه سالته ان انا زعلانه منه، وقال لو تحبي نوضح الموضوع على الهوا تاني. فانا يعني يمكن اتكلمت بطريقه شويه جافه، ان انا قلت له انت ليه سالتني؟ يعني احنا اتكلمنا الصبح والموضوع انتهى، وانا وضحت الموضوع اكتر من مره. فما اعرفش ايه اللي حصل بعدها، بس يعني بتمنى اكيد ان ما يكونش في اي حاجه يعني سلبيه، لان انا عمري ما يعني حسيت انه ينفع انا ومروان ما عادش نتكلم تاني. انا بحب الكل، وبجد نفسي تكون علاقتي كويسه معاهم كلهم، ولما اخرج من هنا اللي يتبقى بس الكلمه الكويسه اللي عند اي حد او الذكرى الحلوه. وطبعا مروان اخويا، وما اتمناش ان يكون في اي حاجه يعني سلبيه بيني وبينه. ميرسي هايدي. لولي خلصنا يا لولي. خالد الاماراتي يا خلود. احلى كادوهات واحلى حاجات بتجيلي خلود. انا ونسيم وعلي جايين لك. هايدي كلنا معاك يا ملكة، انت اقوى واجمل صوت في الموسم، ركزي في الصفوف واسمعي كلام مدام ميري، وغني المجدة الرومي. خلود حاضر. انا تزلت الغرام. شوف 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 يا حبيبي شوف، طلع في اسمعني اسمعني، اسمع مني وشوف، لا بدي تراضيني ولا بدي تحكيني، لا تصبحني ولا تمسيني، ولا تمسيني، انساني 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 انساني. والمعروف خلود بحبك انت والعصابه الهيدويه، علوش الفيصل،
الثلاثي الملكي أصبح ثنائي افتقدناه، وجوده له نكهة مختلفة دائما. دعم لكم يا الأوفياء أنيس وهايدي، غنوا شيل علي. يعني علي أنا عايزة أقول لك كلمة بجد، وحشتنا، والأكاديمي من غيرك بجد فاضية، وأنا وأنيس بالذات وحشتنا قوي. أنا كلنا عشان لك يا علي. كلنا تحية لعلي. نغني له أنا وأنت. أنا وأنت. أنا مش حافظها كويس. الأماكن تاني بقى. غني له أغنية غنيها في البرايم. شو أغنية غنيها عندنا؟ أوكي. الدلع يا كايدهم. الدلع يا كايدهم. الدلع يا كايدهم. خليهم يشوفونك، خليهم يشوفونك. علمهم أصول الحس، علمهم أصول الحس. عطهم درس بعيون، عطهم درس بعيونك. فتح ما شاء الله. شموخ الفيصل اللي هاي. شو اسمه اللي علوش الفيصل. إيش هو؟ تحية لعلوش الفيصل. شموخ الفيصل الهايدية. هايدي يا سكرية عسلية، انت ازاي عسولة كده؟ اكيد ماما نحلة. عشان تجيب العسل ده كله. انت احلى حبيبي، انت احلى صوت واروع احساس. سلامي الانيس حبيبي. نور منجد، دي حبيبتي انا بحبك وبشجعك، كنت فظيعة في البرايم. لا تزعلي من ميسي وشرارة، هو بيحبك وبده يشوفك احسن واحدة. اكيد طبعا ما بزعلش منه. ميسي يا نور. ريم الفيشاوي، هايدي اللي كنا بنكتب لها نصايح ونشجعها رجعت في البرايم، دي اهم حاجه. وبقوه الملكه جاهزه لللقب اللي شايف يروح. بنحبك وشرفتينا. ميرسي يا ريم. هايدي فخر العرب، هايدي الناس حبتك بجنون من كل الدول، وثقي في حالك وارجعي الكل من وايه وارجي ارجعي من كل من وارجو من الكل. أرجي الكل من هايدي، ما بدنا إلا تكوني بالفاينل وركزي. حاضر يا نسرين من لبنان. خلود فوزي، هايدي حبيبتي ركزي في تمارين النفس مع ليسلي، وركزي أكتر في إيفالك وبلاش كليشيهات، خليها حاجة ظريفة وبسيطة وجديدة. من عليا يا خلود. بس الكل فانس.